موجز أخبار السياحة من تحوات بريس. أهلا بكم إلى أبرز العناوين. رفع إجراء من حركة حافلات نقل المسافرين خلال عطلة نهاية الأسبوع. أعلن حالة الإغلاق الطارئ بألمانيا بسبب فيروس كورونا. توقعات بارتفاع أسعار تذاكر الطيران 40% خلال الفترة القادمة. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلنت الوزارة الأولى اليوم الأربعاء عن رفع إجراء منع حركة حافلات نقل المسافرين يومي الجمعة والسبت في الولايات 34 المعنية بالحجر المنزلي الجزئي، وجاء هذا بعد تمديد الحجر المنزلي لمدة 15 يوما إضافية. في ظل الوضع الصعب الذي تعيشه دولة ألمانيا بسبب فيروس كورونا، فقد أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه بدءا من يوم الأربعاء سوف يتم فرض حالة إغلاق صارم في البلاد بأكملها، إذ سيتم غلق محلات تجارة التجزئة عدا المحلات التي تقدم الاحتياجات اليومية للمواطنين. وجاء هذا القرار لكون ألمانيا شهدت منذ بداية انتشار الجائحة وحتى الآن أكثر من 1,360,000 إصابة بفيروس كورونا. كشف مسؤولون في وكالات السفر أن معدل أسعار تذاكر الرحلات الجوية في الوجهات العربية الأوروبية سوف يشهد تغيرا كبيرا قد يصل إلى 40% في شهر مارس المقبل، وذلك بمجرد فتح الحدود المغلقة والاستئناف الطبيعي لحركة الطيران، حيث أوضح ذات المسؤولين أن معدل أسعار تذاكر الطيران سيعرف زيادة ملحوظة حسب الوجهة والبلد ووفقا للتطورات التي سيشهدها العالم في احتواء جائحة كورونا. نهاية موجز الأخبار السياحية من تحوى إسبريسا. دمتم أوفياء.